النفطي نعرف جميعا ان منطقه الريف النفطي كانت منطقه مختطفه من 28/7/2013 الى 11/9/2016، تم تحريرها على الجيش الوطني الليبي، تم طرد الميليشيات اللي كانت تحتل هذه المواني، وتم تسليم هذه المواني لمؤسسه وطني النفط، واحنا رفعنا حاله القوى القاهره وبدانا في عمليه الترميم البسيطه اللي بامكاننا نشغل بها، وبدانا في عمليه تصدير انتاج وتصدير نفط من هذه الموالي، موالي الثلاثه اقصد الزبتينه والصنوف والسدرة. الا الوضع امن، يقوم الحرس منشات النفطيه باعمال الحراسه، يعني جيش نظامي يتبع القياده العامه القوات المسلحه. هذا بالنسبه للحراسه. نعرف ان حدث هجوم قبل اسبوعين تحديدا مباغت، لكن تم رده بفضل الله سبحانه وتعالى، ورد خايب يعني، والقاعده المواني امنه ومطمئنه، عملياتنا مستمرة، لدينا شركات أجنبية رجعت للمنطقة بعد رفع حتى قوى القاهرة بعد شعورهم بالأمان، بعد زيارتنا شخصيا للمنطقة أكثر من مرتين، يعني كانت في انطباع حسن أن المنطقة آمنة، وحاليا تتعافى هذه المنطقة وتزداد تدريجيا يعني. يعني احنا بالنسبة لأعمال التشغيل الأمانة، يعني أعمال التشغيل مش أعمال الصيانة، نعتمد على العناصر الوطنية تقريبا بنسبة مطلقة، يعني أعمال التشغيل حتى للتذكير فقط، يعني بعد احداث 17 فبراير تم ارجاع قطاع النفط الى اكثر من مليون برميل بعناصر وطنيه ليبيه، ما فيش ولا عنصر اجنبي بالكامل، عناصر وطنيه في التشغيل، بعض التخصصات يعني ممكن عندنا فيها اعمال اجنبيه، ولكن اعمال الصيانه نعتمد كثيرا على الشركات وعلى الاعمال اللي غير وطنيه غير ليبيه، يعني كثير من اعمال الصيانه خاصه اعمال صيانه التوربينات والمضاغ، الاعمال المعقده شويه نحتاج الى خبرات اجنبيه يعني. وعندنا حاليا شركات رجعت، شركات المانيه، في شركات بوسنيه موجوده، ايطاليه موجوده، نسعى نشوف الشركات المصريه قريب ان شاء الله. في طبعا بعض الشركات الحفر المصريه موجوده، شركه سابسكو بعدها موجوده معنا في ليبيا، يعني اذا بعض الشركات الثانيه حتى اجنبيه ولكن تدار بعناصر مصريه موجوده، زي شركه بيكر هيوز، هذه اعمال كثير جدا في اعمال خدمات النفطية في المناطق البحرية المغمورة وفي المناطق البرية، يعني عندنا تعاون إن شاء الله بعد ما توصل التوافق والاتفاقات مع شركة بتروجيت وغيرها من الشركات المصرية في أعمال السيارة، هنشاهد إن شاء الله أعمال مصرية ترجع لقطاع النفط وتعمل معنا إن شاء الله بإذن الله تعالى.